اوكي مرحبا، هلا راح نحل بعض التمارين، 5 تمارين مشان نركز مفاهيم هذا الدرس بذهنكم. التمرين الاول هو التمرين الثاني صفحه 21. بهذا التمرين اول شغله بعمله بتاكد انه كل المعلومات المحكات او المكتوبه فيه المساله موجوده في الرسمه. على سبيل المثال بي اي يوازي دي اي، بي اي يوازي دي اي. ساقوم بتمديد، دائما ما اقوم بتمديد المستقيمات المرسومه ب وزي اي دي. تمام، الان لدي الزاويه اي بي سي تساوي 150 معلومه موجوده، 35 معلومه موجوده، المطلوب مني قياس الزاويه اكس. تمام، هلا بما انه هدول المستقيمين متوازيين، بما انه هي الزاويه 150 فهي الزاويه شو بتكون؟ 75. هلا هي 75 وهي معناتها شو بتكون؟ اعتبار انه هدول متوازيين مثل ما حكينا فهي بتكون كمان 75. طبعا نحن نعرف انه مجموع زوايا المثلث دائما شقد 180، وبالتالي بحالتي هي بما انه 75 وهي 35 فمجموعهم مع بعض 110. ما انه 110، 180 ناقص 110 يساوي 70. اذا قياس هي الزاويه هون هو 70 درجه. طبعا الزاويتين المتجاورتين هذول بشكل زاويه مستقيم، يعني قياسها 180، وبالتالي اكس بتساوي 110 درجة، والجواب بحالتي هي هو D. يلا يعني ننتقل للتمرين بعده. ايه مرحبا، هلا راح نحل التمرين. والله نسيت شو رقم التمرين ده، يعني شوي. التمرين الرابع صفحة 23، التمرين الرابع صفحة 22. تمام، غيرت لكم لون الخط، عملته اخضر بس مشان على اساس انه غيرت جو يعني. اوكي، هلا اول شيء نتاكد من المعلومات الموجوده بالمساله، موجوده بالرسمه. اي بي يوازي سي دي يوازي اف، اي بي يوازي سي دي يوازي اف. راح مددهم لهدول، او بصراحه راح مدد هذا. اوكي، ما في طريقه احلى من التمديد. ايوه اوكي، هلا مددت هدول، مددت هذا المستقيم اللي هو كان اي بي. هلا لاحظ معي هون في عندي 3 زوايا، هي الزاوية الأولى، هي الزاوية الثانية، هي الزاوية الثالثة. استخدم القانون اللي حكيت عنه قبل شوي، اللي هو إذا كان في عندي 3 زوايا هم محصورين ضمن مستقيمين متوازيين فإنه مجموعهم راح يكون مع بعض 360. مجموعهم راح يكون 360، هو القانون N ناقص 1 في 180. طبعا انا عندي هون انه بحالتي هي 3، وبالتالي 3 ناقص 1 يعني 2 في 180 يعني 360، وبالتالي مجموع الزاوية هاي وهي الزاوية وهي الزاوية هو 360. يعني طبعا لاحظوا انه هي الزاوية هي مكملة للزاوية اكس، طب راح اسميها انا هي الزاوية راح اسميها الفا، وبالتالي عندي الفا زائد 124 زائد 160 تساوي 360 درجة. طبعا 124 و106 هن عبارة عن 230، وبالتالي الفا بتساوي 360 درجة ناقص 230 درجة، وبتساوي 130 درجة. يعني هي الزاوية شو طلع قياسها؟ 130 درجة. هلا هي 130 هاي مكملة، هدول تنتين متكاملتين يعني للزاوية الفا والزاوية اكس، وبالتالي اكس بتساوي 180 ناقص 130 وتساوي 50 درجة. 50 الجواب بيكون 50. يعني شو رقم الجواب حالتي هاي؟ الجواب ما في. اوكي، تمام، ننتقل للتمرين بعده. يلا بنكمل هلا مع التمرين السادس صفحة 23. كان متأكد مباشرة أن المعلومات الموجودة في المسألة موجودين في الرسمة. بي اي توازي اي دي اي، طبعا توازي ولكن أنا راح أكمل هذا المستقيم. اوكي، احط هون اشاره التوازي مشان ما انسى. تمام، في عندي عم بيقول لي انه في سي دي بعامل دي اي. اوكي، موجوده الرسمه. تمام، جزاهم الله خيرا. اي بي سي، اي بي سي تساوي 4 اي، وعندي هي الزاويه. اوكي، هلا انا المطلوب مني طبعا ايجاد اي المجهول اي. انا راح اسمي او الزاويه، انا راح اسمي هي الزاويه، راح اسميها اكس. طبعا لاحظ معي بما انه هي الزاويه قائمه فاكيد هي الزاويه قائمه. تمام، هي دائما حطوا ببالك هذا الكلام. زاويتين متجاورتين، اذا واحده منهم قائمه فالثانيه يعني المتكاملتين عفوا، لانه هم موجودين على خط مستقيم واحد. اذا واحده منهم 90 فاكيد الثانيه 90. طب ما انه 90 معناتها طبعا مجموع زوايا المثلث كلها مع بعض 180، معناتها اكس واي لحالهم 90.
x زائد a مع بعض تساوي 90 درجة. طيب اوكي. طيب هدول المستقيمين هن a b و d e متوازيين، معناتها هي الزاوية اللي هي 4a بتساوي هي الزاوية اللي هي 4a. تمام؟ معناتها الزاوية x بتساوي 180 لأنه متجاورتين، لأنه متكاملتين، 180 ناقص 40. إذا الزاوية x الموجودة هون هي 4a، معناتها هي أكيد 4a، هاي بتساوي هاي. تمام؟ طبعا هدول التنتين بيعملوا متكاملتين بيعملوا زاوية مستقيم 180، معناتها هي بتساوي 180 ناقص 4a. هلا بعوض هذا الكلام بالمعادلة الموجودة معي فوق، صار عندي 180 ناقص 4a زائد a تساوي 90 درجة. طيب اوكي، راح انقل 90 لهون، راح يصير عندي 180 ناقص 90، 180 ناقص 90 يعني 90 درجة بتساوي ناقص 4a زائد a هي ناقص 3a، راح تصير 3a. اوكي معناتها a شو بتساوي بحالتي هاي؟ a بتساوي 90 درجة على 3 يعني بتساوي 30، بتساوي 30 درجة. إذا هاي 30 وهي 120، تمام؟ ننتقل لتمرين جديد.